لأن ضيف الله يقدمه ويصلي قبل الفاتحة من سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون، غلط في الآية، جاءت آية بلغة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا، نزلت عبد الرحمن تقرا السيرة النبي، الشافعي تنقلوا تقراوا السيرة النبي باش عرفوا الإسلام شنو هو، تقراوا كما العلماء، يا سبحان الله نعم باش غادي يتحرم طلع الإيمان. طلع طلع السيد ديك الساعة غادي يقول لهم حي العين الأخمر، عيطوا مع الصحابي كلا وشربوا سيدنا عمر معاهم. نادو كيدبشوا طن 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 قالوا يا ربي سيدنا عمر قال اللهم انزل لنا الخمر ان شافي وهي نزلت سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير وانصاب وازلان رزون اجتنبوا ما قالش حرام اجتنبوا دابا يمكن يقول اعطيني شي حاجة حرماته قل قل لي قلبك الله شتو ديال البيرة ولا الشراب نعطيه يعني الأحمر قول الأحمر شرب البيرة نو جبهه ديال الأحمر ما يشربش البيرة ما يشربش ايوا تقعدوا لي انا نشر كنطيل الهم هذاك والهم براسو هذا الايمان هذا هو الايمان الحقيقي الايمان اللي يقول لك ما تشربش ما تشربش الايمان اللي يقول لك ما تكميش من الضرب التنفيحه والمرطب تشتم بارك عليك الايمان اللي يقول لك ما تكميش السباسه والضرب القلب هذا هو الايمان الايمان اللي تسمع الصلاه خير منه حي على الفلاح وتخرج من البطانيه تفيق وزاره الداخليه هذا هو الايمان هذا هو الايمان ولكن المؤذن تيقول حي على الصلاه حي على الفلاح لو كان تيقول حي على الفلوس البنيطره كلها تصلي بلا وضوء حي على الفلوس كلشي دا مع الفلوس الناس كتحلم غير بالفلوس الراجل ديك النهار شاشد عليا في الصلاه تسمعو تيقول يا ربي الفلوس 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 الاول ديال الصلاه كيكبر اورو الصلاه اصاحبي شنو الرحمه والمغفره الفلوس الفلوس علاش انا مش كنضلع واحد كيدير الضلع وعمل كيل وقف حمار الشيخ في العقبة غصوا البنجا غصوا الناس بكت مع الفلوس ليس كذلك بل هو كذلك طب الرحمة قرب حتى رب العالمين طب الرحمة إذا سألتم الله اسأله العافية طب الله يعطيك الصحة والعافية طب الله يصلح الولد ديالك كما قال الله تعالى وجعلنا المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا قرة شو الناس اللي كيطلبوا يا رب اعطيني ولادي شي وليدات يكونوا صالحين يكون مهندس دكتور انجينير لكن يكون صالح يعيش في الدنيا في منطقه الاخره كما قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانتظروا ثم قدمت واتقوا الله العمل الصالح بين مجموع بين التقوين تجاك الدنيا تقوى وهنا له اتقوا الله تستف تقوى تذكر الله اكثر من ثاني ايه شتا وليت ما تخافش عليهم كنت تقيا يوكلهمش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعف خافوا عليهم فيتقوا الله قال لكم انت ما تخافش على ولدك ولد حتى 60 70 غير كنت صالح كما قال ديك الرحله الارضيه البحريه اللي دار سيدنا موسى مع الخاضر يا سلام لما عاتبوا الله قالوا لبني اسرائيل ما كاينش ما اعلم مني ما سنش العلم الا الله عاتبوا قال كاين ما اعلم منك قالوا مني يا رب قالوا شي العبد الصالح مشى المكان رجع البحرين شي لقى العبد الصالح راه في البخاري هذه القصه ويعمل رحله رحله طلب العلم الله عالم يعبد بالعلم اول ايه جات تحوسك على العلم اقرا باسمي ربك بغيت اقرا باسم الله تتعلم الله عالم يعبد بالعلم جيب الجهل يرفع الله الذين امنوا الذين اوتوا العلم وفق كل ذي علم فاعلم انه العلم لك في الامه الله عالم يعبد بالعلم هذه العقيقه ديالها بالعلم اقرا باسم ربك جوج بالعلم تكلم بالعلم البس بالعلم كل بالعلم حمد الله بالعلم ادعو الله بالعلم توسل الى الله بالعلم بالعلم على سيدنا موسى نبي اول من اولي العزم الرسول نوح وابراهيم وعيسى وموسى الرعب فالصغير كما صبر اولو العزم لي اور كافر اور شيل نبع كبير اذا مشى تعلمها على من؟ عن سيدنا الخاضر لما تلقاه قال لي هل اتبعك عن سبع اليمين؟ ما قالش هل اتبعك؟ هل اصحابك؟ هل امشي معك؟ عرفتي شكون انا؟ انا راني رئيس الشعب انا انا هو الرئيس انا هو موسى ديال بني اسرائيل لا 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 تواضع تواضع قال له هل اتبعك عن سبع اليمين؟ حرف السيفان يدل على حسن العرض والادب كيتجلس نبي اولي بخ بخ اش قال له الخاضر انك لن تستطيع ما تفعل لن تبخشاني ما تفعل قال له شجني ان شاء الله صابره كيف لن تستطيع ما تفعل ما تقدرش تزاد عليك قال له ان شاء الله صابره لصقوا قال له متعلم مني قال له كيف تصبر على متعب الخبره انا عندي شريعه وانت شريعه ندير شي اشياء اللي ما تطيقهم يا موسى سيدنا ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال له الشرط عليه العبد فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء تحدث من ذكرى عندك للشيء عندك شهر هيا انطلق ارتا اذا ركب السفينه تخرق واحد السفينه ثم تغادي السفينه الخابر ضرب الارض ها قال له خشبه ها قال له موسى اخرقتها لي تلقى لقد جئت شيئا امرا نغرقه لن اقول انك هات لك زازر لن اقول انك انت ما يسوي فينا وشك لا توخيني قالوا بما فيه هذا الخاطئ هذا ما شاء الله موسى
يجيب العبد الصالح بأدب رافع، لا تواخذني بمناسك ولا تفرقني من أمر، وعاف الخاطر وصفح. والعالم يجب أن يكون صفوح وسموح، عفو عن الجاهل، هضر قبيلة وعفو واصفحوا حتى الله بأمره، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ عفو. ماشي انت سافر اترك تعصي، انت لا لا تواخذني، لا تواخذني، تحمي ما لا اطيق، ولا ترهقني من الارهاق، ولا من امر العسى، ما اخطات معك. هاي مشار يلا تنطلق حتى اذا جاء على قريه فيها غلمان، دخل الغلام نسى الله الخضر لواحد الغلام قتلو مسلمي تقصبره اقاش انسان مسلمي غير اش هادشي كنقتلو الروح احنا كنديرو الاجرام. باش قالو الخاطر علم اقول لك انك، شوف المره واش قال، علم اقول انك في هذه المره قال اقول لك انك، لماذا؟ لان السؤال تكرر، فالسؤال تكرر، فجات المساله كذا خطر. اه يا الى جبتي غنشرقوا ها يا، قال له صافي العلم خليك معنا، المسطرة لا الرجل الماط يقرع. صافي القاشر تقوم معنا وسنعود وعودنا. فانطلق قال لي الخاطر، قال لي موسى فان سالتك شحذا فلا تصاحبني قد برغت من لدن العذر. صافي ما عرفش نهضر. قال لي الله سيد ها. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم اهلها، وصل واحد القريه ما لقاش كيرتاحوا، دخل لهم مسد الماكله. الخاطر قال له دخل ترى موسى عند هاد الناس اللي عطينا ما ناكلو، دخل هاد موسى دخل عندهم، قال هاد الناس تقول بخاله ها سيدي بخاله ما كيعرفوش شي ضيافه والو، راهي عندك عندك تكون بخيل، اذا ما جابش البخل والله ما كيعجبش البخيل. انفقوا مما رزقناك، الا بغيتي الجنه اشنو خصك ليها؟ خصك الركسعه والمسموره ماشي السبحه والهيضوره. انت كذلك انا غنقرب واحد القسم الشاهد عندنا رجع لعنده قال له هاد الناس راهم بخاله، هيا فينا امشوا فحالنا. قالوا باعهم ما نمشيو حتى نبنيو هذا السور هذا. قالوا تعجبت لك هاد الناس ما بغاو يعطينا ناكل به؟ قالوا هذا، قالوا الان سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر. اما السفينه فكانت في مساكن يعملون في البحر عيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، واما الغلام فكان اباه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما من اخرى، فاردنا ان يبديهم مربو مخزن كان اخرى برحمه، واما الجدار فكان لغلامه، الكلام للاباء، الاباء هنا دابا، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته وكان ابوهما، شوف السر الدفين والحصن المتين والقاعده الاصيله الذهبيه. الاب صالح، بغيتي الاولاد الصالحين، بغيتي الدريه صالحه، كنت صالح، كنت قدوه في البيت، كنت قدوه، كن صالح، كن عندك اخلاق، كن صار في اوقاتها، كن موحد، كن عيط لمو تقولوا بالادب يا فلانه الله يرضي عليك واحد كويس داتاي الله يسعد ماشي هرسيتي مرمك كيفاش كيكبروا ذوك الاولاد؟ حنا كنفسروا ولادنا. كنت صالح، وكان ابوهما صالحا، كان ابوهما. هنا دخلوا العلماء، قال لك من اراد ان يؤمن على حياه اولاده فليضع في بنك الرحمن عملا صالح. صافي ما تخافش على ولادك الفقر، خاف عليهم الكفر او يكونوا في سوء الاخلاق ديال المجتمع. اما الماكله واخا يكون كافر واخا يكون ما كيصليش كيرزقوا، ما من دابه الا على الله، ما تخافش على الرزق. انا كنسبح البارح كنشوف في القناه الحيوانات السبع كيضرب قنطار اللحم في النار، فين تيخدم في الفوسفات غير الكرواسو الفيلي، ما كتبقاش خايف من الرزق. العقده اللي تعقدت البشريه في العالم هي في هذه الاونه، هي الخوف من الرزق. هي رد بالك، هي احضي راسك، الوقت ما مزياناش، هي هي الشتا ما جات الحمد لله، الشتا الحمد لله العام جات، هي ردي هي 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 رد بالك، اشوف هي هذه الخيط راسك، عرفتي شكون خوك اليوم؟ هو جيبك، تكون صحتك هي صحتك، هي عاودني منك، دير هذه ما شافت، هذه ما سمعت، اللي خدمتها جمع راسك، جمع فلوسك، كون راجل، لو في الرجل الخليع المناوي، شتي خلعتي، شتي كل شيء، كل شيء تي وكل الخليع، كون طرد الخليع تي وكل بنادم، هو تي مخلع، عندك اشوف راسك، هي هادي اللي قول تبقى لمين ترتاح، تبقى لكاس ترتاح، هي هادي ما تسمع، هادي ما تشوف، خوك هو جيبك، شكون تعطي كراعه ولا تعرف يعم ظهرو، انا نبغي منك، انا ما نقول الشاي، لحيت بودنياهو، انا قناوي، انا مناوي، انا قناوي. شيخ ديالو صاير. وصاشي القصير يكرم الله يخبي جزاكم واتقوا الله، هاد الولدين بيتوا نبات الحسنه وجعلوا من الصالحين امير العالمين.